رحلتنا اليوم إلى مدينة الاستكشاف والمعرفة. إنها مدينة العلوم، مدينة التجارب والعلماء الصغار. هيا لننطلق ونكتشف معا معلومات جديدة. هيا يا شادي لنطفئ شموع كعكة عيد الميلاد، فاليوم ذكرى ميلادك وقد كبرت عاما واحدا. وكيف كبرت؟ الإنسان ينمو ويكبر فيتغير شكله في كل مرحلة عمرية، وكل جزء من أجزاء الإنسان تتغير وتنمو. هيا لنتعرف على مراحل نمو الإنسان. يسمى الإنسان عند الولادة رضيع، جسمه صغير ويحتاج لمساعدة والدته في الأكل، فليس له أسنان ولا يستطيع المشي ولا الكلام. عندما يكبر يسمى طفلا، يصبح أطول فيستطيع المشي والركض والذهاب للمدرسة بمفرده، ويملك أسنانا ويمكنه تناول الطعام أيضا، كما يمكنه اللعب وممارسة الرياضة. ثم يكبر الإنسان فيصبح رجلا، يتغير شكله ويصبح أطول أيضا، يذهب إلى العمل ويحصل على المال، كما يمارس نشاطات مختلفة. ثم يصبح الإنسان كهلا فتصبح نشاطاته أقل، كما يفقد أسنانه ويحتاج رعاية أبنائه ومساعدة الناس عند قطع الشارع وعند حمل الأكياس. يحتاج الإنسان يا شادي إلى غذاء جيد حتى ينمو بشكل صحيح، فجميع الناس تنمو بصورة متشابهة. لنتعرف الآن على أقسام جسم الإنسان بمساعدة صديقنا أحمد. فأقسام جسم الإنسان متشابهة لدى جميع الناس أيضاً ولها أسماء مختلفة. حسناً، مرحباً أصدقائي، أنا صديقكم أحمد، سأعرفكم على أقسام جسمي. يقسم جسمي إلى رأس وجذع وطرفان علويان وطرفان سفليان. في رأسي وجه وشعر، وفي وجهي عينان وأذنان وأنف وفم. وأما أقسام الجذع فهي العنق والصدر والبطن، وطرفاي العلويان هما الذراعان، وطرفاي السفليان هما الساقان. سأعرفكم على فوائد كل عضو من أعضائي. العين هي عضو حاسة النظر، استخدمها لأرى ما حولي، ومن خلالها أستطيع قراءة الكتب ومشاهدة التلفاز. والأذن هي عضو حاسة السمع، أستخدمها لأسمع الأصوات، ومن خلالها أسمع كلام أصدقائي ومعلمي. أما الأنف فهو عضو حاسة الشم، أستخدمه لأشم الروائح، ومن خلاله أشم رائحة الورود.
فمي على أسنان ولسان، وأستخدم أسناني لتقطيع الطعام، وأستخدم لساني لتذوقه، أما يداي فهما تساعداني على حمل الأشياء، وقدماي للمشي والركض واللعب. إذن يا شادي، فأقسام الجسم متشابهة لدى جميع الناس، وأقسام الجسم هي رأس وجذع وطرفان علويان وطرفان سفليان، وعلينا العناية بها والمحافظة عليها، فلا نقترب كثيرا من شاشة التلفاز وشاشة الحاسب والجوال حتى لا نؤذي عيوننا، ولا نستمع إلى الموسيقى الصاخبة حتى لا نؤذي آذاننا، ولا نقطع بأسناننا الأشياء الصلبة، ولا نمارس تمارين رياضية غير مناسبة. الآن يا شادي، قم بترتيب الصور الآتية حتى نحصل على مراحل نمو الإنسان. المرحلة الأولى هي مرحلة الرضيع، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الطفل، ثم المرحلة الثالثة الرجل، وأخيراً مرحلة الكهل. هذا جميل يا شادي، والآن قم بوصل كل قطعة من الملابس مع الجزء الذي تغطيه من جسم الإنسان. أصل القبعة إلى الرأس، والمعطف إلى الجذع، أما القفازات إلى اليدين، والحذاء إلى القدمين. شكرا لك يا شادي، تعلمنا في درسنا اليوم أن أقسام الجسم متشابهة لدى جميع الناس، ونحن نتغير وننمو عندما نكبر بالعمر. وأنتم يا أصدقائي، انظروا إلى صوركم عندما كنتم صغاراً ولاحظوا التغيرات التي طرأت عليكم. شكراً لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من سلسلة علوم الحياة.